السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بفضل الله احنا النهارده 23/2 لازلنا في سلسله مشاكل الفراوله. حاجه تحزن وحاجه تزعل، ارض زي اللي احنا فيها ديت راجل بيكلف وبيصرف، وشفنا الحاجات اللي بيحطها بيحط كتير، بس للاسف حاجات كلها متواضعه تعبانه. المنظر اللي هنشوفه دلوقتي لما اتكلمنا معاه بيحط عفان تقريبا كل اسبوع مره، والنتيجه على النبات هنشوفها دلوقتي عامله ايه. طيب حط عفن وبينشط بطريقه مش مشروعه خالص، بيفرط خالص في استخدام منظمات النمو والخميره والحاجات اللي من هذا القبيل، فبيدينا فعلا بيديني نتيجه، بما يرضي الله بيديني نتيجه سريعه، ما بتستمرش النتيجه معايا. وزاد غطى على كده ان هو طبعا كمان خاف من دودة القرضة، فاللي افتاه اداله تركيزات عاليه بمواد مختلفه، 3 أو 4 مواد بكميات كبيره تموت السليم، فراح ملسع الجذور كلها اللي موجوده على المصطبه بتاعتنا. بص كده على المنظر بتاعنا كده، نشوف كده، هذا منظر الجذور على ابوه، هذا منظر الجذور اهو، هذا منظر الجذور كده، ده جذر اتنشط واتلسع، طلع شعرتين كويسين عليه وراح ملسوع. بص حضرتك كده اتنشط واتلسع اهو على ابوه، اتنشط واتلسع، بص كده باين خالص هنا في الجذر ده، اتنشط واتلسع، اتنشط واتلسع. الارض كلها بالوضع ده، الارض كلها بالوضع ده. طيب لما بصينا بقى وشفنا المواد اللي هو استخدمها، هو عشان خايف من الدودة القرضة استخدم الارض كلها بالوضع ده. الارض تبارك الله نبات كان قوي، نبات 10/10 من فوق، عايز بس يتورق وعايز يتظبط، عنده اعفان شديده في الارض، عملنا نموذج قدامه ورقنا وقلنا هيلم الدنيا ازاي عنده على وش المصطبه، اتفاجئنا بالجذور اللي تحت. يعني بمعنى ايه احنا ليه عملنا الفيديو دوت؟ انت خايف من الدودة القرضة، طب اللي مش متخصص او اللي قال له الكلام اللي هو قاله له، اداله نص كيلو من ماده شديده الخطوره مع نص كيلو من ماده ثانيه بودره شديده الخطوره مع لتر او لتر وشويه من ماده ثالثه، كوكتيل على بعضه، لسع كل الجذور اللي مجدده تحت. الجذور دي اصلا هو كان جايبها افرط في استخدام الجبريليك، افرط في استخدام الاندول، افرط في استخدام الخميره، خد بيها نتيجه سريعه، بس عشان نتيجه سريعه مش طبيعيه فهي ضعيفه، مجرد ما حط التركيز العالي بتاع المواد اللي هي بتاعه الدودة القرضة ديت سمم الجدر بتاعه، وقع الجدر بتاعه. طب الجدر النهارده دوت، انا النهارده الجو خلاص انا بالدوره الثانيه شغاله معايا، طب انا النهارده لسه بعد ما خدت الخير دوت بدل ما احافظ عليه اقع منه عشان انت خايف من الدودة القرضة؟ هو انا يموت بالدودة القرضة؟ يموت بالتسمم الناتج عن استخدام تركيزات خاطئه ومبيدات في 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 بتركيز عالي في الدودة القرضة ما تنسجمش مع بعضها؟ يعني المواد ما تركبش مع بعضها وبكميات عاليه، كميات دبل، لسعت الجذور كده على ابوه؟ يعني احنا ما رضناش، احنا لو شفت منظر الجذور اللي قلعناها تخض، يعني احنا ما رضناش الجذور تخض، طب وعلى ابوه اهو، احنا كشفنا وغسلنا الجذور وهي على ابوه على وضعها، ينفع الوضع ده؟ يبقى رجاء تاني، رجاء تاني لازم يكون اللي بيفتي متخصص. ايه يعني انت طفشت الدودة القرضة؟ طب ما انت موتت لي النبات، ما انت لسعت لي الجذور، ما يجي له كل دي تكلفه على الفلاح. فمن فضلكم تاني، نراعي التركيزات، لازم يكون متخصص اللي بيفتي بالتركيزات وبالكميات المعدلات المظبوطه للجدا او للفدان، لازم يكون واحد متخصص، ما ينفعش يدب وخد وعمال يشيله نص كيلو من ده بودره مع نص مواد شديده الخطوره اصلا. يعني اقول يعني مثلا اقول يعني نص كيلو امينه كلورات 70% يتحط للفدان دوت مع نص كيلو تاني اسيتام برايد مع لتر او لتر ونص كلو بيرفوس، الليله دي كلها على فدان، ينفع؟ يبقى انا العيب مش في الاسيتام برايد، ولا العيب في الاميدا كوبريت 70%، ولا العيب في الكلوبرفوس، العيب في اللي افتى بالتوصيه ديت. نص كيلو من الاميدا كوبريت، نص كيلو اسيتام برايد، لتر او لتر وي كلوبرفوس، كل ده على الفدان. ادي النتيجه، مجرد ما سحبه يومين وثلاثه، النهارده تقريبا الرابع على كلامه، اعتقد الرابع ولا الخامس ولا اقل؟ الخامس، النهارده 5 يوم وكل الجذور ملسوعه بالوضع ده، ما كانتش موجوده قبل كده. شكرا. يعني لو سمحتوا، نراجع نفسنا تاني، لو سمحتوا بالراحه تاني. احنا مصاريفنا كتير، عشمانين في ربنا، بس بطريقه صح، بطريقه مشروعه مش بطريقه غلط. يا رب نكون استفدنا من الفيديو، لو موفقين يعني من فضلك وبتتابعنا من على الفيس من على اليوتيوب اعمل لايك، لو بتتابعنا من اليوتيوب من فضلك اعمل شير في القناه، كان معكم اشرف هندوت، تواصلوا طبعا 0147 8961 96. شكرا.